للوقوف عند ظاهرة الشهادات المزورة في العراق وأثرها على المنظومة التعليمية والسياسية في البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب والأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام، حياكم الله ومرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، عشرات آلاف من الشهادات العليا المزورة حصل عليها عراقيون من جامعات خاصة في إيران ولبنان، ولكن كل هذه الأمور تحصل من دون رقابة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وحتى من قبل الحكومة. ولكن السؤال المطروح هنا، لماذا لم يفتح تحقيق جاد في الموضوع حتى هذه اللحظة؟ ما السبب في ذلك دكتور؟ نعم، شكرا لاستضافتكم أولا، وأود أن أشير كما جاء في تقريركم قبل قليل بأن العديد من الصحف العراقية واللبنانية وغيرها أقرت بمنح قرابة 27 ألف شهادة ماجستير ودكتوراه لعراقيين، شملت عددا لا بأس به من وزراء ونواب وكوادر للأحزاب كما جاء في تقريركم. من الضروري هنا التذكير بأنه وزارة التعليم العالي مهدت لذلك التزوير حسب كتابها المرقم 165 لسنة 2011، المادة رقم 2، الذي أمرت فيه الوزارة بتحديد الإجازات الدراسية لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حصرا دول الابتعاث يجب أن تكون إيران ولبنان على صعيد الدول العربية والإسلامية، وما عداها من دول عربية وإسلامية غير مسموح للطالب العراقي الدراسة فيها. فمن البديهي والحالة هذه أن يصبح التعليم ميسورا لحملة الشهادات المزورة من لبنان وإيران، لأن هذه التعليمات وهذا النص القانوني مهد السبيل إلى ذلك، أخذين بنظر الاعتبار أن القضاء العراقي الآن في قبضة القرار السياسي لرئيس قضاء ووزير تعليم كلاهما شهادتهما مزورة. فأي عدل يا أيها المواطن العزيز، أي عدل ينتظر عندما يكون الظالم هو نفسه القاضي والجلاد؟ لذلك لا تحقيق جاد لدى هكذا لجان. هذه الشهادات دكتور التي في الغالب تكون مزورة، الذي يستفيد منها هم القيادات الحزبية، وأيضا هناك عدد لا يستهان به من قادة الميليشيات قد استخرجوا شهادات خاصة كما أسلفنا من إيران ولبنان. الشهادات المزورة هل هي ظاهرة جديدة على العراق دكتور أم كانت موجودة سابقا؟ نعم، ظاهرة جديدة. لأن الجامعات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 21 حتى 2003 كان شهاداتها رصينة ومعترف بها دوليا، لكن تم تصفير الشهادات العراقية منذ صدور قانون مجلس النواب بمنح الألقاب العلمية لعموم الموظفين من جهات غير أكاديمية، وكذلك إلغاء متطلب وجود الأطروحة للبرلمانيين والوزراء لغرض الحصول على الشهادة، علاوة على إلغاء فقرة الإقامة الدراسية 9 شهور كما كان معمول به منذ تأسيس الدولة العراقية حتى 2003. 9 شهور الإقامة يجب أن تكون في بلد الدراسة متصلة وغير منفصلة، ولكن القوانين الجديدة جعلتها مدة الإقامة الدراسية 6 أو 3 شهور منفصلة أو متصلة. هذا يسر على حصول عدد من الوزراء والنواب وقادة الميليشيات الحصول على الشهادة وهم جالسين على كرسي الوزارة أو البرلمان. نعم. دكتور عبد السلام، هل منح الشهادات العليا المزورة هي عملية ممنهجة من أجل هدم التعليم في العراق؟ هل تعتقد ذلك؟ ليس هدم التعليم فقط، بل هدم استراتيجية وفلسفة وعقيدة التربية والتعليم العربية الإسلامية لتحل محلها العقيدة والفلسفة الفارسية الولائية، من خلال كما أشرت عدم السماح لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية بفتح ملف دراسي للطالب في غير جامعات إيران ولبنان،
إضافة إلى إلغائها لقانون وزارة التعليم، ألغت قانون وتعليمات رقم 5 لسنة 76 حول الإقامة الدراسية وجعلها 6 شهور منفصلة أو متصلة. هذا أدى إلى زيادة حصول الوزراء والبرلمانيين الشهادة العلمية المزورة من أجل الاحتفاظ بكراسيهم ومن على كراسيهم، آخذين بنظر الاعتبار أن المادة 77 من الدستور العراقي ألزمت بأن يكون الوزير أو النائب حائزا على شهادة جامعية أو ما يعادل يعادلها. فالوزير والنائب والقاضي هم من قننوا التزوير وهم من يدافعون عنه، فهي عملية ممنهجة، عملية تدميرية، ليس للتعليم حسب وإنما لكل المؤسسة العراقية، مؤسسات الدولة العراقية. دكتور، تحصيل الشهادات المزورة هل أثرت على عملية التعيين خاصة في الجامعات؟ يعني نحن نكتشف ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل شهادة دكتوراه لا يتقن اللغة العربية طبعا فضلا عن اللغة الإنجليزية، هل أثرت هذه الشهادات على مسألة التعيينات خاصة في الجامعات؟ تزوير الشهادات الحقيقة والسرقات العلمية لحاملي الشهادات العليا ليس فقط تهديدا للتعليم بل لمسيرة التنمية، للتعليم، للقضاء، للصحة، للإعمار، للتخطيط، للإدارة، للجيش، للأمن، للاقتصاد، لأن جميع هذه الوزارات الإنمائية لبناء الإنسان والوطن تغذيها وزارة التعليم العالي. فهذه الوزارة وغيرها من وزارات اخترقت المنظومة التعليمية بوزراء وبرلمانيين وقضاة، لذلك أصبح التعليم والقضاء كما قلنا في قبضة القرار السياسي، فكل من التعليم والقضاء اليوم في قبضة حملة الشهادات المزورة. وأما بخصوص الاختراق، حصل اختراق خطير الآن من خلال حملة الشهادات المزورة من خلال إحلال الفلسفة التربوية الجندرية للمثليين محل العقيدة العربية الإسلامية. وأضرب لكم مثلا واقعيا وحيا، وزارة التربية العراقية وضعت علم المثليين على كتاب القرآن الكريم والتربية الإسلامية لطلبة الصف السادس ابتدائي. فهل هنالك اختراق وتزوير أسوأ من هذا يا ترى؟ عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام الطائي، شكرا جزيلا لكم.